الهلال يتعادل مع الجونة في أولى مبارياته تعادل سلبي بدون أهداف. إيه ده كله؟ كابتن شريف. شريف مين؟ كابتن شريف. بداية يعني نقدر نقول إنها. ترجعت أهو؟ آه. اتفضل. بعد إذنك. بداية يعني نقدر نقول متوسطة للاعبي النادي الأهلي. لا مش مسألة تقييم النهاردة أو إحنا قلنا الحكاية النهاردة تنشيطية بالنسبة لل. اللعيبه اللي هي قاعده بقالها فتره بتتفرج على اشتراكات بتاعه منتخبات. انت داخل على بطوله كاس عالم الانديه، من حق الجهاز الفني ان هو يبقى عنده رؤى كبيره جدا لبعض اللاعبين، خاصه ان انت بتمر بظروف لعيبه اصلا عندك اللي عنده كورونا والمصاب واللي مش مستعد ان هو يخش ويتعرض زي الاصابات اللي حصلت لك النهارده بالنسبه لصلاح محسن. انما انك تكتسب ثقه انك انت تلعب قدام فرقه زي الجونه النهارده، فرقه درجه اولى مصنفه، وتادي بهذا الشكل، وتادي زي ما انا وعلاء اتفقنا في اول شوط ان عندهم ثقه، عندهم بتبقى في ثقه زايده. بتكلفنا هجمات مرتده وكل حاجه، انما ده برده لازم هتتعلم، لازم هتشوف، لازم تبقى مريت بالتجارب دي. ملعب بيتلعب في ملعب استاد السلام، يعني الملعب اللي بيتلعب عليه الماتشات العاديه، انت بتلعب مباراه عاديه جدا في بطوله بتعتبر انها بطوله عاديه جدا، اتصنفت خلاص مضطرين ان احنا نلعب شكل المجموعات ده. ايوه. انا عن نفسي اتمنى انها تبقى تجربه واثنين وثلاثه بالنسبه للاولاد دول، واعتقد ان هيطلع منهم على الاقل ثلاث لعيبه كويسين جدا. مستوى المباراه بقى يؤخذ على فرقه الجونه، ما يتاخذش على فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بالعكس كانت هي تقدر في اي كونتر اتاك تبقى الاخطر، هي تقدر كانت تحرز اهداف، انما الجونه بالنسبه لي طبعا مصطفى شوبير مكسب من مكاسب النهارده انه انقذ كورتين ثلاثه، بيطلع ياخد بشوفه النهارده تحت ضغط بيطلع ياخد كورتين ثلاثه بالبوكس يعني خدت بالك بيبعدها، فدي حاجات النهارده ايجابيه. نستاذنك كابتن شريف بعد اذنك نروح بس سريعا لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي وكل كباتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد بالتاكيد النهارده في ظل الظروف وفي ظل طبعا الغيابات العديده جدا لفريق النادي الاهلي، اكيد بنحيي كل اللعيبه، والحقيقه كمان تاكيدا كمان على كل اللعيبه الناشئين النهارده اللي شاركت وكل اللي كانوا متواجدين في القائمه، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. بنقول هارد لك النهارده يا كابتن سامي، لكن الحقيقه المجهود اللي بذل الحقيقه بالنسبه لكل القطاع الناشئين الموجودين والاستعانه، وان انتم كمان قدرتوا تدخلوهم في الاجواء والمباريات بحجم كاس الرابطه الكبير جدا، امر يحسب للجهاز الفني، لكن بنقول هارد لك النهارده على النتيجه. تحياتي طبعا الكابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت اولا بشكر اللعيبه طبعا على الجهد اللي عملوه، اعتقد ما فيش فرقه بتستحمل الغيابات دي كلها، يعني عندنا لعيبه دوليه موجودين في المنتخبات كلها، عندنا لعيبه مصابه كورونا، عندنا لعيبه النهارده حتى وليد النهارده كان لحد اخر لحظه كان المفروض يكون في القائمه، تعب امبارح بالليل برضو اضطرينا ان احنا نغير زياد، فاعتقد غيابات كانت مؤثره بالنسبه لنا، لكن بنحاول وتجربه كويسه للعيبه الصاعده، اعتقد ان ادوا مردود كويس، ان شاء الله الفتره اللي جايه ياخدوا خبرات اكتر وان شاء الله نستفاد بالبطوله، وبنحاول في الماتش النهارده بنحاول ان احنا كنا ندي قوي قصاد فرقه قويه طبعا بتلعب فول تيم، اللي انت تادي الاداء دوت والجهد ده اعتقد جهد مشكور للعيبه، ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون اللعيبه اللي عندها كورونا رجعت لنا ونقدر نستفاد بيهم ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله. التغيير النفسي بالنسبه للحقيقه للاعبين الناشئين كان مهم جدا، لان يخشوا في الاجواء ويخشوا بحجم بطوله او بحجم مباراه النهارده، كمان الجونه بيلعب فول تيم مع كابتن سامي زي ما انت قلت، كان محتاج منكم مجهود كبير على ما اعتقد الفتره اللي فاتت. خلينا نتفق ان معظم اللعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين كلهم لعيبه مميزين جدا، بيبقوا محتاجين فرصه يعني، وانت عارف كل اللعيبه كلنا وكلنا لعبنا في ظروف زي ديت، يعني ان انت بتجي لك الفرصه المهم ان انت تتمسك فيها، ممكن هو ده الراجل اتكلم عليهم يعني، انتوا لعيبه كويسه عندكم امكانيات كويسه، الفرصه جات لك في ظروف كويسه تقدر تثبت نفسك وتقدر تعرف الناس بامكانياتك وقدراتك، واعتقد الحمد لله النهارده ناس كتيره معظم كل اللي شاركوا حتى الناس البودلاء اعتقد ان هم ادوا مردود كويس، ان شاء الله يقدروا نبني عليها الفتره الجايه باذن الله. مباراه الاسماعيلي هل هيكون في عوده كبيره من كل اللعيبه طبعا اللي غابت عن هذه المباراه، وايضا كمان النهارده بنخسر كريم فؤاد، ويمكن كمان عايزين نطمن على صلاح محسن، شايف مباراه الاسماعيلي ازاي في ظل الظروف ده يا كابتن سامي؟ ما انت هتقدر لازم تلعب بالمتاح بالنسبه لك، يعني في حاجات قدريه ما تقدرش انت تغيرها، يعني اللعيبه اللي مثلا اللعيبه عندها كورونا هتقدر تغيرها ازاي؟ يعني اللعيبه لعيبه مصابه النهارده برده كريم النهارده بتفقده، صلاح محسن قدرنا نحافظ برده على محمد محمود عشان بقى له فتره كبيره ما بيلعبش، عشان لو النهارده لعب 90 دقيقه طبعا هتاثر عليها المباراه الجايه، حسام حسن نفس القصه، عندنا حتى قفشه وحسين كان عندهم برد ما قدرناش ان احنا
نستفاد بيهم. ففي حاجات غصب عننا مش هتقدر تعمل فيها حاجه، لكن هتلعب بالمتاح. انت النادي الاهلي فرقه كبيره وكل اللعيبه الموجوده لعيبه مميزه، محتاجين بس تصبر على اللعيبه ديت وان شاء الله يكون لعيبه تقدر تفيدنا اكتر من اللعيبه اللي انت تشتري لعيبه من بره، لان اللعيبه مميزه جدا. معظم اللعيبه دي لو لعبت في اي فرق في الدوري الممتاز اعتقد انها هتأدي مردود كويس يعني. لكن في الاول والاخر احنا بنحاول بنشتغل في كل المتاح بالنسبه لنا. ما تنساش برضو ان احنا عندنا بطوله مهمه جدا، كاس عالم. لو انت فكرت برضو ان انت تفقد لعيبه النهارده، انت فقدت 2 لعيبه في كاس الامم، فقدت بدر بنون ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، واكرم توفيق، لاعبين مهمين جدا ومؤثرين جدا ولاعبين اساسيين جدا. فانت لو قعدت بقى تفكر التفكير دوت، والنهارده الماتشات برضو نفس القصه، لان مش هيبقى فيه فتره بعد البطوله ديت وبعد بطوله كاس الامم اللي انت تجهز حد يعني. فدي الحاجه الوحيده اللي تقدر تجهز لعيبه، لكن في نفس الوقت بتبقى متخوف النهارده لو حصل حاجه يعني. النهارده كريم النهارده بيتصاب مثلا، ولو لا قدر الله حصل اصابه كان كبيره، هتعمل ايه؟ هتضطر تفكر في حل تاني وانت بتلعب في ليفل عالي جدا. فانت طبعا الله يكون في عون الراجل يعني، تفكير احنا بنفكر كل يوم بنتكلم كل يوم ان احنا قدام تحدي كبير جدا يعني. ان انت طبعا انت بتلعب باسم النادي الاهلي، اسم كبير، مش لازم لما تشارك في بطوله لازم تبقى انت المرشح الاول بالنسبه لها، وبين اللي انت عندك بطوله مهمه جدا، كاس عالم مهمه جدا اللي انت تلعب فيها بكل قوتك، مهمه جدا انت تحضر برضو اللعيبه ديت عشان كاس العالم، عشان اللعيبه انت مش عارف برضو مردود اللعيبه اللي لسه موجوده في البطوله هيحصل ايه. فالله يكون في عون الراجل، تفكير كبير جدا، لكن في الاول والاخر احنا بنعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يقدر الاحسن باذن الله. شكرا شكرا جزيلا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، مجهود كبير الحقيقه كابتن ايمن، بوزل من الجهاز الفني واللاعبين، لكن في حدود الامكانيات، عناصر كتير جدا ناشئين، مفيش لعيبه بتلعب جنب بعض بشكل كبير. نادي الجونه النهارده بيلعب بفول تيم، لكن نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل نركز بشكل كبير جدا في المباراه القادمه وهي مباراه الاسماعيلي، وان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه من جديد لفريق النادي الاهلي في كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. اتفضل كابتن شريف كمل كلامك. لا يعني في عجاله كده نتكلم عن التغييرات. صالح نصر نزل مكان زياد طارق، وان كان زياد طارق كان فايق في الحته دي وعايز يدي لسه وبيخش، انما القرار الاخير ليه جوه 18. ما احنا هنتكلم في التغييرات في الاخر يعني، بس مثلا مين لفت نظرك على مدار الشوطين؟ انا زياد طارق الحقيقه. زياد طارق وبرضه هرجع واقول لك محمد مغربي وشوبير ومحمد هاني النهارده كانوا واقفين يعني واقفين على حيلهم، حاسس انهم موجودين يعني. لما الكوره بتبقى معاهم في تصرف وتصرف مطمن انا وهم الكوره في رجليهم. كابتن علاء شفت الماتش ازاي والتعادل ايه رايك؟ يعني انت مش هتبص على النتيجه، انت بتحاول تشوف مستوى لعيبتك اللي هم هيكملوا معاك البطوله دي. مش هتقدر تحكم على مستوى حد النهارده يعني الحكم الكامل بصورة. لكن في بعض اللعيبه مع الوقت انت متاكد انهم بقوا كويسين زي ما قال الكابتن شريف. يعني اللعيبه القديمه محمد هاني النهارده مستواه ثابت طول المباراه، حس ان هو راجل هادي بيتحرك كويس يعني، مع ان مش مكانه لكن اداه كويس جدا، اداه بيدو كويس، توقعاته كويسه جدا النهارده كمان. كل حاجه النهارده محمد هاني مفيش اخطاء خالص يعني. التجربه النهارده لمحمد يمكن اكتر واحد استفاد منها النهارده. محمد محمود رجوعه بس النهارده انا بيتهيألي والفتره اللي اخذها بالنسبه له كويسه الحمد لله، ان هو اطمن على نفسه ورجع الملعب تاني، والفتره اللي لعبها حاول يأدي فيها، لكن هو فنيا المستوى هيجي بعدين. محمد بقى له فتره كبيره قوي بره الملعب. محمد مغربي ادى المباراه كلها مستوى ثابت، لعب كويس في المكان ده، ممكن تعتمد عليه ان شاء الله يبقى عندك لعيب كويس في المكان ده، مش تحتاج تشتري حد لانه عنده ثقه في نفسه، بيتحرك كويس، الكور العرضيه بيتعامل معاها كويس قوي، عينيه كويسه قوي مع المراقب في خط 18، لعيب كويس. كريم فؤاد لسه، محمود وحيد لسه بعاد شويه، هياخدوا وقت ان البعد عن الملعب برده حاجه مش سهله. زياد طارق لحد ما خرج انا كان شكله مادي اداء معقول مع المباريات واكتساب لياقه المباريات هيبقى لعيب كويس. لكن صلاح محسن، حسام حسن لازم اثبات وجود اكتر من كده، لان دول لعيبه كبيره لازم هم اكتر يعني. لو احنا بنقول للشباب او الناشئين لازم يستغلوا فرصه، لا لو هتتكلم لازم دول يستغلوا فرصه اكتر بكتير، ان هم لازم موجودين صلاح محسن وحسام حسن، فرصه كويسه ليهم هم اكتر من الناشئين. لان دي لعيبه المفروض لعيبه مصنفه ان هي فريق اول ومنتخب مصر. لازم يبقى الاداء احسن من كده بكتير، حتى لو الاداء الفني مش عالي قوي خد المباراه تجهيز بدني ليك انت.
كنت متوقع اداء احسن من كده منه من الاثنين. انا ده يعني في حاجه كنت متوقع ان اللعيبه اللي هم القديمه في الفريق الاداء بقى احسن من كده بهدوء ويدي ثقه للولاد الصغيرين. لكن العمل النقطه دي يمكن اثنين، محمد هاني عملها كويس قوي صحيح، ومحمد محمود حتى بطريقه كلامه قادر يمشي كويس قوي، لكن صلاح محسن حسام حسن لا لازم اداء احسن من كده، اداء في الحركه في الكلام في الشغل في الملعب، لانك انت نموذج للولد في الملعب، هو شايف نموذج قدامه او نجم قدامه لازم يتعلم منه كويس، ما يشوفش نجم بعيد كل البعد عن مستواه مش قادر يبقى في فرق بينه وبين اي حد في الملعب. هي دي المحبوب، انت نجم ليه ولعيب قديم ليه في النادي الاهلي، انا ببص عليك في الملعب تشيل الناس دي صحيح. لكن كتجربه انت مش محتاج منها نتيجه صحيح. انت بتلعب فريق كامل العدد مفيش حد غيابات، مع انه اداء سيء كمان للجونه النهارده فترات كتير قوي النادي الاهلي تحس ان هو فريق اقوى واتقل حتى في الملعب، لكن توجه الشكر كله الشكر للعيبه الصغيره على المجهود اللي ادوه النهارده، واعتقد مع الوقت ان شاء الله في البطوله دي هتقدر تستفاد منها ان في اكتر من لاعب ان شاء الله موجود معاك باذن الله رب العالمين. نروح مره ثانيه لملعب مباراه وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجدد التحية لك من جديد لكابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو للتحليل. اكيد بنقول هارد لك النهارده طبعا للنادي الاهلي على هذه المباراه، لكن في ظل الظروف زي ما اكدنا كابتن ايمن في ظل الامكانيات والمتاحه مع لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الناشئين ادينا اداء مميز جدا النهارده في ظل كل هذه الظروف. هنتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، هارد لك بالتاكيد يا كابتن سيد، لكن الامكانيات المتاحه ومع تحضير اللاعبين والفتره دي اكيد النهارده المردود على المستوى الفردي بالنسبه للاعبين مردود كويس جدا، لكن على مستوى النتيجه اكيد الامر كان بالنسبه لنا كنا بنطمح ان احنا نكسب. طبعا يعني بالتاكيد يمكن دي فرصه كويسه قوي ان انت تشوف الناس اللي عندك وتشوف العناصر الصغيره اللي عندك وتشوف الناس اللي ممكن يبقى فيه تكمله او اللي محتاجه انها تتساعد او اللي محتاجه كمان انها تتشاف بشكل كبير قوي سواء كان موجود معاك او في الاعاره، ففرصه في فتره الانتقالات يعني. فكويس مجموعه هايله يعني ادت بشكل هايل جدا بروح عاليه قوي، رغم طبعا الماتش صعب مش سهل بالنسبه لهم بالتاكيد يعني. اول مباراه احنا يعني حتى في البدايه قلنا لهم احنا بنثق فيكم ولا ما كناش يعني هنلاعبكم، فلازم تكونوا واثقين في نفسكم، لازم تكونوا واثقين في التيشيرت اللي انتم لابسينه. ناس كتيره جدا ادت او كلهم ادوا بشكل هايل جدا، لكن في ناس طبعا في فروق فرديه بتحصل مع الخبرات ومع المباريات اكيد هنستعين يعني. احنا بدانا كده، بدانا المباراه كده، هنشوف راي موسيماني في اللي جاي. عندنا مجموعه يعني استعدت شفائها سواء كانت كورونا او برد عادي يعني، عندنا حوالي بتاع 8 9 لعيبه وارد جدا ان هم يكونوا موجودين معانا في المباراه اللي جايه. هي فرصه للناس اللي ما بتشاركش بشكل مستمر، فرصه للعيبه الصغيره، كلنا بنلعب كده يعني. كل عشان تلعب في النادي الاهلي هتلعب بظرف مش بتلعب بمنافسه اكيد يعني، بمعنى يعني ان انت هيجي لك حد لعيبه دوليه مش موجوده، حد متعور، حد موقوف، حد عايز يريح، فبالتالي بيتم الدفع من الناشئين. كلنا لعبنا في الظروف اللي شبه كده يعني، عليك ان انت تتمسك بالفرصه. انت بتلعب في قطاع الناشئين يعني ممكن 5 سنين و6 سنين و7 سنين عشان لحظه زي دي، لما تجي لك اللحظه دي ما تبقاش خايف ولا قلقان، ممكن تبقى عامل الحساب شويه، لكن القلق ده صحي بس ما يتقلبش لضغط عصبي داخلي عندك يعني. وده اللي احنا كنا حريصين ان احنا نتكلم معاه على اللعيبه ككل يعني. الحمد لله يمكن تحضروا بشكل كويس، رغم اني بقول لك ان هم عذرهم لان عدد كبير جدا في مباراه واحده، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، انت بتتكلم في حوالي 8 9 لعيبه موجودين. حتى اخر المباراه تقريبا من اللعيبه الكبيره هاني بحيي جدا 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 يعني، عمل مباراه رائعه مع محمود وحيد مع صلاح وحسام حسن وكريم فؤاد بالتاكيد، لكن في النهايه مجموعه صغيره مبشره جدا بالخير، شويه خبرات وشويه يعني تعامل مع مواقف اكيد وخبرات لعب وحساسيه لعب واستمراريه لعب ان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه يعني. بنقول ربنا يكون في عون الجهاز الفني يا كابتن سيد، لان انت عندك اصابات والمنتخب الوطني كمان فيه اصابات، والحقيقه يمكن التحضير بيكون صعب جدا لان انت لسه كمان عندك كاس عالم، ظرف صعب جدا الحقيقه، لكن هو قادر النادي الاهلي كده، الظروف دي عايشينها ازاي كجهاز فني يا كابتن؟ والله خلاص يعني انا دايما بقول الواقع جه خلاص يعني، فلازم تتعامل معاه يعني. طبعا خساره اكرم توفيق خساره كبيره جدا بالنسبه لنا، وفتره مهمه جدا في الموسم، يمكن ما بداناش حتى بطوله افريقيا كدوري مجموعات يعني، داخل على بطوله كاس عالم للانديه، داخل على دوري ما لعبناش فيه غير 7 مباريات يعني تكملته يعني، لكن في النهايه اهم حاجه سلامته يعني. خلينا ننتظر دايما ونشوف هنعمل ايه، وزي ما انا قلت يعني دايما لما يكون عندك فرصه
ان انت تشارك في تيم زي النادي الاهلي ما بتجيش كتير، خلي بالك يعني فرص ما بتتكررش كتير، يعني ممكن تيجي مره وبعدين تستنى شويه كتير عشان تيجي تاني، يعني لما تجي لك تمسك بيها مش بالضروره تعمل احسن حاجه، لكن يهمني ان انا اشوف واحد مش خايف، يهمني ان انا اشوف واحد واثق في نفسه وامكانياته وقدراته، عنده تحمل المسؤوليه، عنده شخصيه موجوده في الملعب. التوفيق وعدم التوفيق ممكن يبقى مش حليفك، لكن بتبان مع اللمسه، مع الباصه، مع الجاريه، مع الاحتكاك، مع الاشتراك، مع حتى طريقه ادائك وظهورك لزمايلك، كل دي شخصيه بتديني مؤشر على طول ان اللعيب ده ممكن يلعب في النادي الاهلي ولا لا. برنامج التدريبي حتى مباراه الاسماعيلي المباراه هتكون اقوى بشكل كبير، لكن برنامج التدريبي ماشي ازاي يا كابتن؟ بكره عندنا تمرين وهنشوف بقى البرنامج لحد مباراه الاسماعيلي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره طبعا على هذه التصريحات، مجهود بذل وصفحه خلاص تم غلقها تماما بالتاكيد يا كابتن ايمن. ان شاء الله باذن الله يكون في تركيز اقوى، يكون في تحضير نفسي بشكل كبير جدا مع كل اللاعبين. هنشوف طبعا حاله كريم فؤاد، لكن باكد لك على كريم فؤاد هي يمكن عنده حاجه في العضله الخلفيه، وصلاح محسن كدمه بسيطه، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون في النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي كلها ان شاء الله تكون في صالحنا، وتكون المباراه ايضا ثلاث نقاط يكونوا بدايه وانطلاقه لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم. كابتن اسامه، مكاسب ماتش النهارده؟ في مكاسب طبعا كتيره. احنا قلنا ان مجموعه لعيبه صغيره بتلعب في وسط لعيبه من في القائمه الاساسيه، بس برده ما كانوش بيلعبوا بشكل كبير. لما نتكلم على القدام، الاول اول واحد محمد هاني، صح، هو افضل اللاعبين حاله في الفرقه، متماسك في ادائه، مركز في 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 اي كره بيغطي فيها، بيغطي زي ما الكابتن عليه، هو بيلعب في مكان غير مكانه الاصلي. بس هو لعب سيرد باك قبل كده، ممكن النهارده بيلعب بين السيرد باكين، يعني هو كان بيلعب سيرد باك ناحيه اليمين احيانا كتيره في ماتشات حتى مع النادي الاهلي رسميه لعبها. ايوه، بس صحيح مش عدد ماتشاته اللي لعبها في الباك اليمين، لكن النهارده كمان بيلعب بين الاثنين، بيلعب بين مغربي وخليفه، يعني خليفه يمينه ومغربي شمال. باقي اللعيبه القدام اللي هم ما ظهروش بالحاله الكويسه دي من الحاجات الوحشه في اللقاء، يعني مثلا حسام حسن، صلاح محسن، وحيد، كريم، محمد محمود بقاله فتره ما بيلعبش، لكن المفروض اداؤه في البدني يزيد عن كده لان هو اصلا لعيب كويس. كريم فؤاد النهارده هو ده الحاله اللي انا مستغرب عليها، لانه كريم فؤاد لعيب كويس قوي، ويمكن التقرير اللي جاي بيقول ان حاسس بشد في الخلفيه، فانا ممكن يكون هو ابتدى بيها كده، لانه النهارده انطلاقاته حتى في الهجوم اللي هو معروف بيها متحفظ جدا ورا، حتى في كورتين رجله خبطت في الارض، ده دليل برضو ان في حاجه بيفكر فيها، فممكن يكون لعب وهو احساسه انه مش سليم 100%. الله اعلم صرح بيها للجهاز او لا، انا بفترض، لان انا عارف ان كريم حيوي ونشيط ومقدام في الهجوم وعنده يعني ده كان عنده كوره يعني في حاجات كتيره، فهو النهارده يعني علامه استفهام. انا اعتقد ان ممكن تكون دي كانت مأثره عليه من اول اللقاء الموضوع ده. الباقيين بقى الصغيرين، يعني انا شايف مثلا مصطفى شوبير النهارده تعامله كل الكور اللي هي بين الثلاث خشبات اتصرف كويس، يعني في كوره شالها من كريم طارق كويس قوي بالشمال، في واحده انفراد اعتقد من الجنب برده شالها كويس. الكرات العرضيه تحسن فيها الشوط الثاني، يعني في كورتين طلع عملهم بالبوكس، يمكن الاول كان متردد شويه في الكرات العرضيه، لكن في المجمل شكله كان معقول، يعني شكله كويس يعني. لكن اللي عجبني من الصغيرين كمان محمد مغربي اللي هو السيرد باك ال 66، متماسك بالكرات العرضيه، بيتعامل معاها كويس، واحد ضد واحد بيحاول يضغط كويس، بيقفل كويس، يعني مشروع كويس، يعني شكله كويس، ويمكن مع الماتشات كمان يجي. نفس الشيء خليفه اللي هو كان السيرد باك الثاني رقم 40، هو اتغير في الاخر، لكن برده كان خليني اقف معاك في النقطه دي يا كابتن. انت بتقول اللعيبه اللي في الملعب ممكن يجي مع الماتشات، هل الكلام ده برده ينطبق على مصطفى شوبير؟ لان مصطفى طبعا حتى مصطفى شوبير طبعا مع الماتشات، ولكن ولكن هو مصطفى ممكن يبقى بديل للشناوي، ولكن فرصة اللعب بتاعته هتبقى ضعيفة شوية. مفيش شك طبعا الشناوي يعني طول عمر أي فرقة أي منتخب فيه حارس أساسي. الشناوي خد خبرات كتيرة، الشناوي اللعيب الأساسي في مش بس النادي الأهلي، المنتخب مصر، وهو من أحسن حراس إفريقيا، يعني لو هو مندي بتاع تشيلسي اللي هو بتاع السنغال
هم دول تقريبا احسن حارسين في افريقيا. مزبوط. فانت بتتكلم على خبرات كتيره لكن مصطفى اي حد مش مصطفى بس مش كبير بس اي لعيب رجله بتيجي كتير في الماتشات اداؤه بيتحسن. يتحسن قد ايه بقى دي بتاعته وبتاعت طبعا المدير الفني اللي معاه، لكن هي بتاعته بقى انه في واحد لما بيلعب كتير رجله بتستقر، الاخطاء اللي بيعملها بتتحسن، ثقته بنفسه بتيجي، وفي واحد مهما بياخد فرص ما بيتحسنش، دي حاجه بقى تانية يعني. دي حاجه تانية دي. لكن بدايه انا بتكلم على حارس مرمى. كويس. ومصطفى شوبير خامه جيده. وممكن يبقى في المستقبل حارس مرمى النادي الاهلي وحارس كويس. كويس. ولكن في الفتره دي فرصته ضعيفه في اللعب على الشناوي. طبعا. وجهه نظري هل الافضل مثلا يتم اعاره مصطفى شوبير لاحدى الفرق وبعدين يجي لنا مثلا بعد فتره؟ ممكن. ممكن شوبير وعلي لطفي ممكن جدا، والثالث اللي هو الصغير حمزه بالذات بقى، احنا بنتكلم على الثاني والثالث. ممكن جدا لو الفرصه في اللعب مش هتبقى واضحه ممكن يتم الاعاره، وحصلت مع ناس كتير، مع كريم، مع في نص الملعب كنت لسه بقول عليه بسال عليه النهارده، عمار حمدي. عمار حصلت مع اكتر من لاعب. ناصر ماهر. لعبوا ورجعوا تاني. ياسر احمد، ياسر ريان. خدوا في الاعاره ورجعوا تاني. مش سامع وسامع حراس المرمى دول مش هيبقوا عندهم مستوى الا ما يلعبوا ضد تحت ضغط. لازم يلعب ويقابلوا مواقف. ماشي. ما هو انا بقول لك ليهم وضع، ما هو بيقول لي الاعاره تفيده. الاعاره تفيده. لازم حتى لو لعب معاك لازم ياخد الماتشات دي كلها، حتى لو الشناوي موجود لا انا ادي الماتشات دي مش في بطوله زي دي، لازم النادي تخش رجليها تبقى موجوده وحسب كل المواقف اللي بتحصل عشان يبقى حارس مرمى تقدر مزبوط. تعتمد عليه او يعتمد على نفسه يعني. مظبوط. فما هي مش بالنسبه بس لمصطفى شوبير، في النسبه حتى العناصر اخرى موجوده لعبه النهارده او لعبه في ماتشات قبل كده ما عندهاش الفرصه الكبيره ان هي تلعب، ممكن جدا يتم اعارتهم وياخدوا خبرات ويرجعوا تاني. فما انا بقول لك بقى محمد مغربي كمان كان كويس اللي هو السردباك، ومحمد خليفه دول اكتر اتنين في اللي لعبوا من الصغيرين واضحين. زياد طارق قلنا الشوط الاولاني كان ماشي كويس وحتى جزء من الشوط الثاني، لكن عايز يعني احتكاكات اكتر، عايز يعني تحس انه ما عندوش القوه الكبيره يعني يبقى بدنيا شوية طيب. عايز يزيد. الباقيين يمكن خدوا فترات قليله بقى، اللي هم الخمسه اللي نزلوا فيهم ناس ما لحقتش تلعب كتير، مش واضح الامور. فخري شفناه قبل كده بس النهارده لسه ما يعني الوقت اللي خده ما كانش ظاهر زي ماتشات قبل كده. برضو احمد سيد غريب نزل في الاخر هو وصالح نصر ما لحقوش يعني. فلكن هي تجربه فيها طبعا افاده، زي ما قلنا مش المهم المكسب والخساره في التجربه. صحيح. دي المهم انك انت تقدر تستفيد ببعض العناصر اللي ممكن تجيب لك اضافه بعد كده في المستقبل. صحيح. كابتن بلال، عايز اتكلم على الشق الهجومي ودور صلاح محسن وحسام حسن النهارده والاطراف. ما هو الاطراف اتكلمنا فيها، وكابتن اسامه قال لك ان كريم فؤاد هو حاسس ان هو كان في حاجه، لان حتى كريم فؤاد ده مش مستوى، وكريم فؤاد افضل من كده بكتير وعنده انطلاقات هجوميه كبيره جدا، ولكن ما شفناش منه الكلام دوت النهارده. وكذلك محمود وحيد برضه، ما هو نفس ده لعيب وده لعيب، ده لعيب تعرف وده لعيب تعرف. ما شفناش ما بانتش واضح وما وضحتش القدرات الفنيه. طب ممكن يكون ده ناتج لان البدني قليل، ما بيلعبش كتير. تمام. فرص التدريب الكبيره مش موجوده لان الماتشات متتاليه ورا بعضها، فانت بالتالي ما عندكش فرصه انك يعني حتى يبقى في جزء بدني كبير جدا بالنسبه له يشتغل عليه. فبالتالي لما بتفتقد الجزء البدني بتاعك تلقائيا الجزء الفني بيقل، لان انت مش هتقدر تظهر المهارات بتاعتك الا اذا كنت واقف على رجليك، الا اذا كنت مستعد بدنيا. فالنهارده كريم ومحمود وحيد الاثنين ما شفناهمش الانطلاقات الكبيره، ان الحته دي بالذات 3 4 3 الاثنين الطرفين بيبقوا محتاجين ان انت تشتغل في الناحيه الهجوميه وكمان تشتغل في الناحيه الدفاعيه. هل ده اثر على حاله حسام حسن وصلاح محسن النهارده؟ اثر يعني بنسب برضو يعني، عشان برضو ايه ما تبقاش احنا محمل، عشان ما نحملش برضو محمود وحيد وكريم فؤاد برضو ما نحملوش بقى، ما نحملهمش الشق الهجومي كله او مشاكل الشق الهجومي كله. لا، انت النهارده زي ما اتكلمنا في الشوط الاول قلنا ان محمد محمود مع صلاح محسن وزياد طارق وحسام حسن كان ليهم المفترض ان هم بيكون ليهم دور فعال. الاهلي ما بيشتغلش بس من على الاطراف، لا، الاهلي برضو بيشتغل من عمق الملعب. المهارات الفرديه اللي موجوده للعيبه، ممكن يكون صلاح محسن
ظهر في لقطه او اتنين الشوط الثاني يعني استخدم السرعه بتاعته والمهاره شويه، عمل كورتين ثرو باسز جيدين نوعا ما، لكن برضو هل هو ده مستوى صلاح محسن اللي يؤهله يبقى لعيب اساسي مع النادي الاهلي؟ احنا بنقيم المباراه دي على اساس انك بتختار اللعيبه او بتقول لا انا عندي 1 2 3 4 دول ممكن في وقت من الوقت لو حصل عندي مشكله يبقى لعيب اساسي. ممكن يكون فارق معاه البعد فتره عن الملاعب، طبيعي طبيعي يبقى انك فارق، لكن في الاهلي تحديدا لازم تكون جاهز طول الوقت. في الاهلي تحديدا ما ينفعش تبقى بعيد، وما ينفعش المدرب ينظر لك نظره ان انت لعيب احتياطي مش لعيب اساسي. ليه؟ لان وارد زي ما اتكلمنا كره القدم فيها متغيرات كتير جدا، سوء التوفيق وارد جدا، الاصابات وارده جدا، تغيير المدير الفني للتشكيل ولطريقه اللعب وارده زي ما حصل موسيمان من 4 2 3 1 ل 3 4 3 وارد جدا. فبالتالي لازم كل لعيب يبقى هو حاطط لنفسه تارجت ان انا لعيب اساسي. ما ينفعش النهارده المدير الفني يطلع بعد تقييم بعد الماتش ده يقول صلاح محسن لا، حسام حسن لا، تمام، محمد محمود لا، كريم فؤاد ومحمود وحيد ما ينفعش يقول عليه. يعني لو قال عليك المدير الفني لا، فبالتالي انت سقطت من حته مهمه جدا بالنسبه لك كلاعب. صحيح. الماتشات اللي جايه ممكن تبقى بدايه انطلاقه، احنا دايما بنقول الماتش الاول بيبقى صعب شويه، جاي من بعيد لسه، ان حساسيه الماتشات اللعيبه دي بقى لها فتره بعيده جدا جدا، ولكن على الجزء الثاني برضو جزء الناشئين، وخليني برضو اتكلم عليه وده جزء مهم جدا جدا. النهارده لما بتطلع انت من ناشئين، وكلنا جربنا الحته دي، انت بتطلع برئتين مش رئه واحده يعني. أيوة. يعني المفروض مفترض يبقى عندك الحماس والقوه والاستعداد. صح. تمام، والرغبه تبقى اكبر من اللعيب اللي بيلعب اساسي. صح. على الاقل اللعيب اللي بيلعب اساسي النظره ليه بتبقى ده رقم اثنين. صح. لكن انت رقم اربعه وخمسه وسته، فبالتالي اللعيبه بتاعه الناشئين لازم كل واحد يبقى بيظهر اقصى قدره عنده، اقصى طاقه عنده. ليه؟ لان هو بيتمرن وجاهز في التحت في الناشئين، والمفترض ان هو يبقى على اتم استعداد ان هو يكون موجود في الدرجه الاولى. أيوه. واختيار المدير الفني للعيبه عشان تلعب في الفريق الاول، يعني الخمسه سته اللي احنا شفناهم النهارده ولا الثمانيه اللي شفناهم النهارده، المفترض ان كل واحد بيقول انا موجود. صح. وانا بعمل اسم، ودي فرص ما بتتكررش في التاريخ. أيوه. انا لما طلعت لعبت، او كابتن علي كان بيتكلم ان انا لعب اساسا، لما طلعت لعبت في اول ماتش ده في افريقيا. أيوه. تمام. أيوه. في بطوله يعني الاهلي بيلعب، لعبت في افريقيا، فكان أيوه. مباراه صعبه جدا بالنسبه لك. طبعا. لا لعبت في كاس مصر محلي ولا لعبت ودي ولا لا، على طول. أيوه. ففرصه بالنسبه للناشئين لما يجي لك وقت زي كده ومباريات زي كده لازم على طول يبقى باين ان كل الناس بتقول لا ده اللعيب ده بروميسنج، ده اللعيب ده هيلعب اساسي. أوه. اللعيب ده قدامه سنتين يكون احسن لعيب في مصر، اللعيب ده هيبقى احسن باك. لازم نقول كده، ما ينفعش نقول ايه اصبروا يا جماعه عليهم شويه، لان الانديه الكبيره ما بتصبرش. الكلام ده ممكن يحصل في الانديه الصغيره اللي ما بتنافسش، اللي كل طموحها انه يفضل او يستنى او يبقى في الدوري الممتاز. انما الانديه الكبيره اللي بتنافس نادي الاهلي، تمام، لا، انت كناشئ لازم تحط نفسك مع الصف ومع الكبار، مع اللعيبه اللي المفترض ان النادي بيؤهلهم ان هم يكونوا لعيبه اساسيه بالنسبه له. فده دي النقطه اللي عايز اتكلم عليها. اما بالنسبه للنواحي الهجوميه، يعني الاربعه اللي قدام ما قدموش المفترض يقدموه النهارده. تمام، ممكن الماتشات اللي جايه يقدموا، ممكن، واحنا قلنا ان برضو البعد عن الماتشات والحساسيه وما الى ذلك، وهنفترض ان برضو الجاهزيه مش موجوده، لكن الماتش الجاي ما ينفعش يبقى بنفس الطريقه، لازم يبقى افضل، لازم يبقى افضل من كده بكتير طبعا. صحيح. واعتقد ان شاء الله هيبقى افضل. في ايمن برضو لعيب نص الملعب اللي هو عبد الرحمن اشرف مانو، يمكن الشوط الاولاني ما كانش واضح، او الشوط الثاني تحسن كتير، اللي هو 34 مظبوط، برضو عشان انا نسيت اتكلم عليه يعني. صحيح. صحيح. مش وحش. طيب تعال نروح لوقائع المؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. شاكو موجودين في الفريق الاساسي، خمس لعيبه وجوه شابه. اللي لاحظناه النهارده ان اللعيبه اللي وجوه الشابه الصاعده هي اللي كانت بتحاول مستوياتها اعلى، زي زياد طارق، زي مغاربي في الدفاع. Today, give the opportunity to many young players next to old players or experienced players. The young players give effort and was the best player in the pitch, the young one, like Ziad Tore and like many of them. The defense well. هل ده يعني في حافز عند اللعيبة الشابة إن هي تقدم حاجة أو تعرف مسار الجمهور؟ It's good for the young players because they have motivations to show themselves. The situation that we are facing at this point in time
where we have players in the AFCON and where we have the senior players who are here out with Corona. الموقف في الوقت الحالي ان عندنا لعيبه كبيره مع المنتخب الوطني ولعيبه برضو كبيره بس متغيبه بسبب الكورونا. ادت فرصه للشباب الصغيرين ان هم يشاركوا. That's why they say behind every closed door there's an opening. زي ما بيقول يعني رب الدارات ده فعلا كل باب مقفول فيه فرصه. So these players to me they are not new players. بالنسبة لي دول مش لعيبة جداد بالنسبة لي وأعرفهم. Because I train with these players all the time. بتمرن معهم بيشاركهم بخليهم يشاركوا في التمرين معايا بشكل مستمر. All the time they're with me. على طول معايا في التمرين. But not all of them of course. طبعا مش كلهم معظمهم يعني. But also for me to spend time at Nasser City. لما أروح بنية ناصر أشوف قطاع الناشئين محاضرة التدريبات. Four days I spent time with them at Nasser City gave them confidence. هو راح قضى وقت فترة التوقف احد اربع ايام قضاه في مدينه ناصر مع قطاعات ناشئين مع كل الفئات العمريه الناشئين عشان يديهم ثقه ويشوفهم في مره. And we must not look at it as the first team only. We must look at it that all these players who came up they've created a space in their own team for the younger ones to go up so everybody has a chance to go up. بس اللعيبه الفريق الاول بس بص الفرقه بتطلع بتدي فرصه لغايه تطلع وزي بتفرز لعيبه ثانيه تغذي الفريق الاول دي فرصه الناس كلها تطلع وتاخد فرصه مشاركه. Because I think their coach also has to tap from the 17 year olds to come up and play. هم حتى الفئات ديه برضو المدربين بتوعهم بيفكروا ياخدوا من الفئات الاقل منهم 17 سنه ويطلعوا ويساعدوا عشان ياخدوا فرصه ويشاركوا. So as much as it's a difficult week for us but it's a good week for us because everybody the younger players all everybody moved up. وبالنسبه كان في صعوبه او كان اسبوع ضعيف بالنسبه لنا بالنسبه للتشكيل او اللعيبه المتاحه بس حاجه كويسه لان دي فرصه ناس كتير تطلع وتظهر نفسها تلعب وتشارك. We are not complaining. ما نشتكيش من حاجه. Is the situation. ده الموقف يعني الحالي الموجود. And we face the situation. واحنا واجهناه وتعاملنا معاه. Very difficult situation. كان موقف صعب جدا بالنسبه لنا. For me one of my most stressful match. واحد من اكتر الماتشات الاكثر عصبيه بالنسبه لي اللي ضغط عليه في خلال حياته كلها. Because some of them came 2 days back, one day, 2 days back. في بعض اللاعبين جم من يوم او يومين بس انضموا لينا ما كانوش موجودين معانا. Didn't even have time some of them to train with them. حتى في بعضهم الناشئين ما كانش عنده وقت حتى يمرنهم يعني يدربوا معاهم. I think good opportunities for these boys to show what they can. Like Manu for me my man of the match. فرصه كويسه يا شباب دول نشوف امكانياتهم ايه. يعني مثلا بالنسبه لي مانو كان بيدرب رجل المباراه النهارده مغربي. So opportunity for them to go to play on loan with the other teams. فرصه ليهم ان هم يظهروا ممكن يطلعهم اعاره يلعبوا مع فرق ثانيه عشان ياخدوا زمن مشاركه. اوكي مين فنان عايز يسال؟ اتفضل. هارد لك النهارده بس الحقيقه هارد لك. راضي عن نتيجه المباراه النهارده ولا لا وتقييمك لمصطفى شغير حارس المرمى؟ Are you happy for the result of the game of tonight and of today and what do you think about the level of Shabir? No, I can never be happy with a draw. طبعا مش ممكن اكون مبسوط بسؤال ما اعرفش 70 ولا لا. بيقول هارد لك ويا ترى انت راضي عن اداء النهارده عن تكت النهارده ولا لا وتقييمك لشوبير. فبيقول انا طبعا كمدرب مش ممكن اكون راضي ابدا عن التعادل لان الاهلي المفروض يكسب. بصرف النظر بيشارك بلعيبه صغيرين ولا كبار احنا عندنا دايما الهدف بتاعنا ان احنا نكسب. وكان عندنا برضه فرصه ان احنا نكسب النهارده. Yes, Shubhay, it's about time he gets opportunity. Let's see his level. وبعد فرصة برضو شوبير ياخد مشاركة نشوف بمستواه نوقف على مستواه الحقيقي. And I think you can tell, you can judge. وانت ممكن حتى بنفسك تحكم شوف مستواه النهارده كان كويس ازاي. الأداء هو اللي بيحكم الأداء في الملعب هو اللي بيرد على سؤالك. He did very well. لعب كويس قوي النهارده. أدى كويس جدا. Because I have to save Ali Lotfi. عشان المفروض أحافظ على علي لطفي. So now he gets injured. عشان لا قدر الله كابتن شناوي اتصاب. Who am I going to the World Cup with? مين هيلعب معايا في كأس العالم؟ So it's very difficult. موقف صعب جدا. But there's an opportunity also for us to see. فرصة برضو نشوف اللي عندنا المتاحين عندنا. اوكي؟ طب اخر سؤال اتفضل يا فندم. كنت عاوز اعرف بس يعني السؤال يوصل المهم مش فاهم سؤال يوصل ايه؟ هقول لك يعني هو ليه معنى؟ يا ريت بس هو هيفهم ان شاء الله. ماشي. هو بدرجة كام في المية الجهاز المعاون بيشارك في اختيار اللعيبة سواء في ماتش النهارده او الماتشات اللي فاتت؟ وبنسبة كام في المية الجهاز الفني بياخد رأي الجهاز الفني وممكن يشارك لعيب
The question. طب اوكي فهمت حاطط الموضوع سؤال سؤال بس حسيت السؤال فهمت اصل حضرتك بتقول حاول تفهمه انا فهمته السؤال سهل مش مفيش حاجه How many percentage, I wonder percentage, how much you give the opportunity to your staff to know their opinion, your staff members, the technical staff. What about the choices? Staff? You give the floor to the technical staff to know the opinion about the team, about the players, for how much, and if you give the opportunity or not. And you want to you know the, your cooperation with your staff. I just don't understand. حاجه بتقول بتديه فرصه قد ايه ان هم يعني يشاركوا معاك في الاختيارات في التشويس اوف ذا بلايرز ها يو جيف ذم اوبورتيتي تو شير وذ يو ذا تشويس اوف ذا بلايرز ماي ستاف يا اوف كورس دي نو ذيس بلايرز بيتر ذان هاو ماني بيرسنت ذا كويشن هاو ماني بيرسنت اي جيف ذم ذا تشويس ان ذا ستارتنج تيم ان ذا ستارتنج تيم اي ثينك وي شود تشيك هاو ماني تايمز Sammy comes to me and talk to me on the line. حاجة بتشوف اللي بتتفرج في الماتش شوف كابتن سامي بيتكلم معاك كم مرة وقت الماتش ده معناه ما بياخدش You can check the percentage. He's asking about before the game coach for putting the starting list. You take the opportunity to give them the choice and the chair with together. We make the starting list from training. احنا بنعمله بنقعد مع بعض في التمرين. بنحط كل تمرين بنقعد نعمل تحديث تحديث ونشوف مين الافضل وكده في الاخر بنقف مع بعض على كل ده مش سؤال حاجه بتقول انت دكتور اقول دكتور طب ده مش سؤال حاجه سالته بتتعاون ولا لا قال لك اه بتعاون I make the final decision I'm the head coach انا ليه هو ده مش سؤال عن الماتش اصلا ده مش سؤال عن الماتش مبدئيا I listen to them تشكيل النهارده اللعيبه بنسبه كام في المية هو قال لحياتك بنقعد مع بعض ونحط هو جاوب على حياتك How many percent? You know the percentage of the choices that of today. You want the number? I added that. The percentage, the choice. I don't know. I don't know. Very difficult, my friend. How many times Sammy speak to me? I speak to you. حسبها ازاي كم مرة كنت سامي يتكلم معايا؟ لا مشكلة. هيك فاهم؟ اتفضل فهم. Let me tell you something. عايز اقول لحياتك حاجة. I listen to my technical team. بيستمع لجهازه الفني اعضاء فرق independent وممكن يسمعهم حتى بشكل منفصل يسالهم هو بيديهم بيهتم وبيسمع رايهم I say no. احيانا بقول لا على رايهم sometimes I say no and maybe they are right وساعات بقول لا وبقول يكون ساعات بيكون عندهم حق ولما يكون عندهم حق I go back to them and say ah you were right. برجع له اقول له انت كان عندك حق انا كنت غلطان جهتي كنت خدت بحق يعني okay. برايك كده but I must be more right many times than them eh? بس انا بكون اكتر راي صح اكتر منهم يا اما هم يجوا مكاني لازم اكون انا كمدير فني لازم اكون الراي اصح منهم في معظم الاوقات يا اما هم ياخدوا مكاني كمدير اخر سؤال last question حضرتك ناوي بعد كده هتعتمد على اللعيبه الشباب you give the opportunity to the young players in the future ده على البطولة دي في المساحة كأس الرابطة for the next games in the cup leagues you give the opportunity to the state keep it هم دول هيلعبوا البطولة دي ما عنديش لعيبة تانية شحات so you think the players are here and I don't play them ما في كل لعيبة متاحة عندي وما لعبتهاش ده متاح عندي في الوقت الحالي ماشي ما بيرد حاجه بيقول لك ده المتاح عندي هم دول في ناس تعبانين عندهم كورونا في ناس غايبه عشان تعب فهو ده المتاح عنده ده اللعيب وده القوام المتاح بالنسبه له يعني لو اللعيبه كتير اف ذا ريتيرن باك كوتش ذا يو ماست اندرستاند سمثينج اوكي اي هاد كورونا هو كان عنده كورونا قبل كده اي ستيد هير ان ذا هوسبيتال واتحجز في المستشفى هنا 10 دايز قعد 10 ايام محجوز في المستشفى اوكي اند ميبي اف يو دينت هاف ان اكسبيرينس اوف هافينج كورونا ممكن لو كانش عندك خبره ان جات لك كورونا بكده ممكن تتكلم بسهوله لما بترجع من الكورونا بعد ما بتفقد وزن وقوه بتفقد بتكون فاقد قوه اوكي اي كيم باك فروم كورونا اند ذا نيكست داي اي هاد ا ماتش انا رجعت من كورونا وكان ثاني يوم عندي مباراه كنت انتهيت منهك تماما ما كنتش بجري حتى كنت تعبان كان باين عليا كنت تعبان جدا كنت وين ذا بلاير comes back from corona فلما بترجع لي من كورونا تعبانه او نيجاتيف وطلع سلبي اوكي ما عندوش كورونا خاص هو سلبي بس رجع لسه من كورونا ما تفتكرش ان تاني ماتش حد هيلعبه على طول لسه راجع من كورونا لانه فاقد وزن شوف طاهر شكله دلوقتي اعتقد فقد 6 كيلو خس 6 كيلو عبد القادر احمد عبد القادر نفس الموضوع 5 و 4 كيلو وزنهم قال عنده 5 و 4 لعيبه
غايبين لازم يبقى كويس ويرجع كويس يلعب. We can then make them fit. لما يبقى كويس بنجهزهم بجهز. First well. يبقى كويس أول حاجة. جاهز بكده يتمرد وجهزه عشان الماتش يبقى جاهز للمباراة باخد فرصة فورمة المباراة يلعب. I don't want to have a case of a player who collapsed. And I played him, I pushed him to play, and the player collapsed. أنا مش عايز برضو حد يلعبه ينتكس أو يحصل أي مشكلة عشان أجبرته إنه يلعب وهو لسه راجع متعبان. هقول إيه لو انتكس هقول إيه لعيلته يعني. I can't. ما أقدرش ياخد المخاطرة. لازم أكون حريص. شفت الحياة اللعيبة اللي حصلت لها كده بكده لازم تعرف أعمل بحث كده وشوف اللعيبة رجعت بكورونا وفي درجة تنزل. ما بغيش أقول خلاص سلبي العب تاني يوم. يبقى جاهز نلعب ما ينفعش. ممكن ينتكس. محتاج وقت. So it's very difficult situation. موقف صعب جدا طبعا. Because corona is on the rise. لأن الكورونا بتزيد في مصر. It's a fact. لا. And I don't need anybody to tell me I see my players have good corona. مش لازم حد يجي يقول لنا لعيبة جالوا كورونا بسبب. Okay. Good luck. Yes, thank you. These boys are 18 years. الشباب لعبوا النهاردة 18 17 سنة أعمار صغيرة 19 سنة صغيرين. And they fought hard. وبيحاولوا بيكافحوا في الملعب. They also play 10 minutes. في لعب 10 with one player less ولعبنا 10 دقايق ناقص لعيب لما صلاح تعور وخرج قدام فرقه بتلعب بكامل نجومها بكامل نجومها اعتقد الاداء كان عظيم النتيجه طبعا ما كانتش مرضيه طبعا كلنا عايزين نكسب اوكي this tournament just give us a break البطوله دي بس ناخد راحه يعني ناخد راحه عايزين نعد الفريق لكاس العالم البطوله دي بس برضو هيفضل قصار جهدنا عشان محتاج شعار النادي محتاج كل الناس لو عايز اوعدك ان اكسب البطوله دي صعب انا عايز اكسبها طبعا مين في الدنيا مش عايز يكسب بس صعب انه واضح طبعا ان مستر موسيماني راضي عن الاداء او راضي عن التجربه النهارده ولكن هو برضه مش راضي عن النتيجه كان نفسه يكسب ولكن هو بيبص لحاجه اكبر قدام بيبص على كاس العالم للانديه نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظروا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف واضح رضا مستر موسيماني عن الاداء ولكن هو كان طبعا بيتمنى ان هو يكسب ولكن هو راضي بنسبه كبيره عن اداء اللعيبه وخصوصا المجموعه الصغيره اللي لعبت تفتكر المباراه اللي جايه مستر موسيماني هيعتمد على نفس المجموعه من اللاعبين حسب المتاح ليا كابتن ايمن من اللعيبه الثانيه اللي هي موجوده يعني هقول لك على حاجه كابتن ايمن انا النهارده ما اقدرش اقيم ولا حاسب اي لعيب النهارده محمد هاني بيلعب جنب اشرف مانو بيلعب مع محمد محمود عايز يرجع ريكفرنج تاني صلاح محسن بعيد زياد طارق ده سنه صغير حسام حسن زي ما انت شايف كريم فؤاد عنده اصابه بيلعب بيها ولا هو اصيب في الماتش محمد خليفه محمد مغربي محمود وحيد كل دول مجموعات خدت بالك بتدور انها تبقى في مجموعه اقوى تقدر تشيل الدنيا مجموعه من اللعيبه اللي هي مش موجوده النهارده طاهر محمد طاهر عشان الشحات برستاو الناس اللي هي بتلعب انا النهارده لما ابقى عايز اعمل ريكفري وارجع لازم ابقى فوزت لعيبه رجليها في الملعب رجليها حتى البدني بتاعي والفيتيكال فيتنس بيساعدني ان انا اقدر اجري قدام فرقه الجونه دي كنا خلصنا 5-6 اهداف اللي بيتمناهم المدير الفني كان لازم يبقى في كواليتي تاني من اللعيبه ان احنا بنعمل جوين يعني بنجيب لعيب من اللعيبه اللي هي كانت مرشحه تلعب منتخبات جنب اللعيبه بتاعتنا اللي احنا عايزين نطلع بيها اتفضل كنت بص التحضير من تحت بالرغم ان في ضغط من فرقه الجونه ده الثقه اللي احنا كنا بنتكلم عنها لكن بالظبط ومع ذلك هنشوف النادي الاهلي ازاي هينقل في خلال 20 نقله هينقل اللعب للناحيه الثانيه الحقيقه الاولاد بيلعبوا في المناطق وكانوا وعندهم دوريات بيلعبوا فيهم مكتسبين اداء الاهلي ايوه مكتسبين التيشيرت الاحمر ان هم في اي وقت في اي حته بيلعبوا هم اللي لازم يكون ليهم السطوه هم اللي لازم يكون ليهم التقدم أيوة. هم بيلعبوا باسم كبير أيوة. بيلعبوا لاسمهم زي ما انتوا قلتوا كلكم ان في فرص كبيره ليهم أيوة. انما بيلعبوا قدام فرق من الفرق بتاعه الدرجه الاولى فلازم برضو اللعيب الصغير ده يبقى حواليه لعيبه تدي تقدر مساحات تقدر تاخد سويتشات تقدر أيوة. تعمل كل حاجه اللعيب يبقى جايب الكوره عايز 2 3 قدامه بيتحركوا يقدر يعمل منها هجمه فانا ما اقدرش النهارده اجي دايما مستر موسيماني قال لك محمد مغربي كلنا قلنا هنا محمد مغربي
كلنا قلنا هنا شكل الولد في الملعب واقف على حيله، بيقدر يستقبل، بيطلع ياخد حاجات طويله. اثنينا على محمد هاني لان ده لعيب اصلا كواليتي اي كلاس، مش ده مرشح منتخب ومرشح كل حاجه مزبوط. وكان منتخب واساسي في كل حته، والنهارده الضغط هيبقى عليه كبير بعد اصابه اكرم. فالشكل اللي احنا بنتكلم عنه ده بديجري بدايه، حاجه احنا بنتكلم فيها ان الناس دي كلها تقف على حيلها، الناس دي تتعود على ماتشات. يعني انت فاكر خدناها انا وانت بهزار، ان قلت لك فلان فلاني ده صالح نصر محتاج مره واثنين وثلاثه. انا بتكلم بجد. صحيح. زياد طارق، بس انا هقول لك على حاجه كمان. انت عندك كواليتي في النادي الاهلي دلوقتي، اللعيبه دي كلها انتوا اقترحتوا ان في الكره دي طبعا كان لازم يطلع الراجل اللي جاي عامل سبرينت، هتبقى دي احدى المرتدات. لو نجيبها من الاول، احدى المرتدات واحدى الفرديات، يعني تحتمل الاثنين الحقيقه. صحيح. بص يا كابتن علاء، البدايه من عند مصطفى شوبير، وفي ضغط عالي من لعيبه الجونه. هو ده كان يحسب لعيبه النادي الاهلي، اللي هو كان فيه هدوء وكان فيه تصميم على حاجه ان هم يطلعوا بالكوره من رجل لرجل، مش كوره طويله، لحد ما لقوا مساحه اللي لقوها عند صلاح محسن واتعملت حلو قوي. يعني انت ضارب حوالي اربع لعيبه من الجونه، بص معموله كويس طبعا، اللعيبه اتزحلق هنا، لكن هو الصوره هنا بنت صلاح محسن. التكمله الناحيه الثانيه كانت حلوه جدا، والعدد طبعا مناسب جدا، يعني حسام حسن مع المستكن كان لازم هنا ينقل الملعب. هنا بقى يعني لما نقلها صلاح محسن كويس، ماشي كويس قوي هنا. تكملها بتاعت زياد زي ما قلنا هنا، يعني اللي كان الاحسن ان كنت طلع كريم كانت احسن، لكن هو الولد هو مهاري فحب يستخدم مهارته. وطبعا هي كانت فكره حلوه، بس لو كنت عملت اقوى من كده وراحت ابعد شويه كانت ممكن تبقى شكلها حلو. لكن انت بتشوف تفكير الولد او الناشئ ايمن، بتحس ان هو تفكير راقي شويه. يعني زياد ده اسامه كان قال هو محتاج بدني. انا بالنسبه لي لو انا عندي خامه زي كده، انا ما عنديش مشكله مع ده خالص. اسهل حاجه في الدنيا انك تعد لعيب بدني عشان ما يكون عنده المهاره وعنده الاساس صح. دي كره مرتده ثانيه برده يا كابتن. بص دي كره مرتده ثانيه، عملها طبعا حلو قوي. ثقه في نفسه، بيعرف يعدي امتى ويلعب الكره امتى. بص انا عايزك بص كابتن محمد هاني جري قد ايه؟ 50 متر. هو اللي بدا الهجمه على فكره. مكمل محمد هاني هو اللي قاطعها هناك. محمد هاني النهارده هو احسن لعيب في المباراه كلها، في كل حاجه على فكره. بدنيا كويس جدا، بيتحرك كويس، عنده ثبات كويس قوي في الملعب. تحس النهارده في لعيب كبير في الملعب، ما هو اللعيب الكبير واللعيب الصغير يا ايمن بان بالخبرات بتاعت السنين. عشان كده احنا لما بنتكلم على اللعيبه الكبار الثانيه صلاح وحسام، لان انت لازم تبقى انت قدوه في الملعب، لازم تبقى زي محمد هاني. محمد هاني تحس ان راجل في الملعب باين ان هو لعيب في بعض المواقف الصعبه طبعا، صعبه وسهله وبيتكلم وبيتحرك. هو عنده رغبه ان انا عايز استغل الفتره دي. صحيح. الكوكتيل انت عامله النهارده، لعيبه صغيره عايزه تقول احنا بصوا علينا، ولعيبه كبيره عايزه تستفاد النهارده. ده محمد هاني النهارده. لو جبت ملخص للمباراه كلها، محمد هاني يعني اخطاء قليله جدا، تحركات واعيه جدا، عارف يتحرك ازاي، ما عندوش اي مشكله في لعب الكوره. ده برضو هاني لا، هو النهارده متمكن جدا. ويمكن كان اسامه بيتكلم عن محمد هاني، هو بيلعب في وسط المساكين، مش بيلعب على مساك من على الجنب. فعاملها النهارده كويس قوي. ولو انت تفكر في محمد هاني، انت النهارده عندك يعني واحد كمان يلعب لك 3 4 3 محمد هاني، امتياز النهارده. يعني خليني اقف معاك بس يا كابتن علاء، انا ليا وجهه نظر في الحته دي. خليني وانا بعد اذنك كابتن بلال، احنا دلوقتي مفتقدين اكرم توفيق. صح، انت كنت هتكلم في النقطه دي برضه بالظبط. فهل من وجهه النظر، يعني زي ما انا عارف ان بلال كان هيقول كده، ان محمد هاني كان يلعب في مكان اكرم توفيق النهارده، او يرجع لمكانه الطبيعي ويبدا المباراه زي ايمن، او ياخد الدوره دي زي ايمن؟ هو عايز مستر موسيماني عايز يستفاد من المباراه باكتر كم لعيبه. فمحمد هاني في ناحيه اليمين هو لعب قبل كده ومتاكد من المكان ده، فعايز يدي كريم فؤاد. بس بقاله كتير ما لعبش. انا فاهم ماشي، لكن ما هو بقاله كتير قوي ما لعبش مساك النهارده يا بلال. لكن لما يا ريت لو معانا ارقام محمد هاني برده تنزل على الشاشه. عايز ياخد اكبر كميه لعيبه يديهم، عايزهم في الملعب. يعني عايز يبقى كريم في الملعب، وعايز هاني في الملعب، اللي يقدر يقدم حتتين هاني. فيلعب المكانين، هيستفاد ان كريم موجود من اول مباراه، ومهم جدا لما يكون لعيب بعيد ويبدا المباراه. مهم قوي ياخد الاول نفس او كرشه نفس زي ما بنقول. فهو عايز ياخد الفرصه دي كلها باستفاده كويسه. النهارده كريم ادى، لكن كانت فيه حته اصابه. لو هو بيفكر ان شاء الله محمد هاني يبقى كده هو ناحيه اكرم. لكن كمان هو كسب النهارده محمد هاني في مكان المساك، لو حصل لا قدر الله اصابه لبدر او طولت. صحيح. شويه يبقى انت عندك حد في المكان ده. صحيح. نفس المواصفات اللي بتدور عليها فيه. صحيح. كابتن اسامه، واضح ان مستر موسيماني
طبعا مهتم بالبطوله ونفسه طبعا الفريق يكسب، لان النادي الاهلي بعينه على كل مباراه حاجه واحده بس، الفوز. ولكن هو هدف اكبر عنده كاس العالم للانديه. طبعا ما فيش شك الهدف الاولاني او الاهم كاس العالم للانديه. بطوله كاس الرابطه دي بطوله مستحدثه، هو بيجرب فيها، ما بيلعبش بلاعيبته الاساسيه. احنا قلنا 9 منتخب، 4-5 كورونا، 4 هو مريحهم حاجات فنيه، يعني انت بتتكلم على 15-16 لاعب قاعدين. فاكيد مش هدفه نمره واحد البطوله، لكن كاس العالم للانديه دي بطوله عالميه مصنفه نفسك تحقق فيها مركز اكتر من المركز الثالث اللي انت حققته مرتين قبل كده، فكل دي اهداف. لكن ما فيش شك ان بطوله زي دي النادي الاهلي قلنا لما بيلعب حتى ودي بيبقى عايز يكسب، وجمهوره اتعود على كده. لكن احنا بنحط الامور في نصابها، انت لما تلعب بطوله زي دي طبعا لازم تلعب انك تكسبها، ولكن لو قعدت تلعب بالتجارب دي كتير قوي ممكن تحققها وممكن لا، غير لما تكون الفرقه مكتمله. صح. فمش هيبقى الهدف الاولاني تحقق البطوله دي. أي. لانها مش بطوله حتى الان مش اساسيه بالنسبه لك، مش مصنفه، لكن فيها زي ما قلنا مكاسب ممكن الراجل يستفيد منها، يشوف ناس، هو نفسه زي ما الكابتن شريف قال محمد مغربي النهارده، زي ما كلنا قلنا عليه النهارده انه كان بيأدي بشكل كويس. فطبعا اهم البطوله كاس العالم للانديه. انت ايه تاني قلته لي انا ما السؤال؟ لا بقول لك ان هو تنسى كتير. لا هو لك هو راضي عن الاداء طبعا. وهو مش راضي عن النتيجه، لانه نفسه النادي الاهلي بيكسب كل مباراه، ولكن هو اهتمامه الاكبر بكاس العالم للانديه. ما صح، خلاص ما انا قلت لك الاهتمام الاكبر بكاس العالم للانديه، لكن الاداء الى حد ما مش هو ده الاداء اللي احنا عايزينه، ولكن بتغيير اللعيبه الكتيره دي يعتبر معقول. ايوه، والحاجه الكويسه كمان انك انت ما خسرتش، يعني هنتكلم طبيعي طبعا. الطبيعي في الكوره بقى لو فرقه الجونه دي يعني بتلعب بكامل فريقها، هي بتلعب بكامل فريقها، لا يعني بتلعب بكامل فريقها. أيوة. ومش قادره تكسب النادي الاهلي في موقف زي ده. يبقى برضو حاجه غريبه، فانت كونك انك طلعت متعادل ما خسرتش برضو الى حد ما كبدايه نتيجه ايجابيه للمجموعه إيجابية. لكن كمان لما يرجع لك بقى الشحات وطاهر وياسر وبرستا ونبقى احمد نبيل كوكا وبتاع، اهدافك كمان في البطوله انك تكسب ماتشات هيبقى اكتر. لا، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو في النقطه دي. ايوه، وممكن يكون متخوف ان حد يحصل له حاجه من المجموعه دي، وفي نفس الوقت انت عندك منتخب مصر في الكاميرون مش عارف هيجي امتى، فهو معرض انه يلعب بالمجموعه اللي معاه في كاس العالم للانديه. بس خلينا برضو منطقيين، مع اللي انت لو لعبت بالشكل ده في كاس العالم الموضوع مختلف. لا انا مش على المجموعه دي. انا بتكلم على المجموعه اللي حضرتك بتقول عليها، حسين الشحات، بيرسي تاو، المجموعه اللي هو يعني خايف عليها، ودي ممكن تلعب كاس العالم الانديه. بس ده لازم يلعبوا، لازم تشاركهم برضو. لازم يكون ليهم تجارب قبل، لازم يبقى ليهم تجارب قبل كاس العالم. فتح نفس احنا بنتكلم عليه. طبعا فتح نفس، انا ببقى خايف ضروري يلعبوا كل الماتشات، خايف على اي لعيب يتصاب يا حبيبي. ايمن بيفتح نفس، هتاخده كده من اصابه، تقول له روح يلعب تعالى ماتش قدام مكسيك وغير كده. اللي بيتصاب دي بيتصاب في اي وقت، ممكن يجي له كورونا في التمرين. طبعا ممكن يجي له كورونا وقت، هو في كل حال من الاحوال لازم موجود في الملعب. صح، بس هو العدد عنده محدود جدا يا كابتن. ماشي، هو على قد ما يقدر ايمن هيحافظ على شكل اللعيبه دي اللي موجوده ويعتمد عليهم لو حصل. ايوه، ويحافظ عليهم كويس قوي، لكن هيديهم فترات لعب. لكن لازم يبقوا موجودين في الملعب. دي اهم حاجه، لازم رجله في الملعب، ده اكيد. ما ينفعش يبقى تدريب بس، لكن هيلعب. صح، دي اكيد ممكن هيشارك بعض الماتشات. مظبوط، لكن الاصابه زي ما علاء قال ممكن وانت في التمرين وانت نازل من على السرير ساعات واحد ممكن انكل رجله يلف. حشيش كان بيحصل كده. بس هو كمدير فني في موقف صعب جدا دلوقتي. بسبب طبعا اللعيبه الموجوده اللي عنده. طبعا طبعا. انا عايز اقول لك حاجه، هو حسين الشحات وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر لو موجودين في الملعب النهارده مش كان يبقى ليهم شكل؟ طبعا ممكن تكسب. طبعا طبعا. وبعدين عبد القادر كمان، واحمد عبد القادر وقفش ومكسب وبقيه الفرق. بس في ناس انت عندك عناصر كتير قوي يا اسامه، ان شاء الله لما يرجعوا تحس ان الفرق بقى باذن الله اكيد، يعني وتسند الاولاد الصغيرين اللي طالعين. وبعدين انت بتتكلم في الباك رايت، انت خلي بالك
هاني طبعا يقدر مكانه الاساسي وهو حاول يجرب النهارده كريم فؤاد، واحنا بنقول ان كريم فؤاد النهارده مش في الحاله الطبيعيه بتاعته. كمان في عمار حمدي وبالذات في 3-4-3 يعني عمار حمدي شفنا حسام حسن لعبه كتير في المكان ده وهو في الاتحاد وكان بيجيد فيها. فانت برضو بس يعني هو ما بفكرش في الناحيه دي يا اسامه. انا بتكلم لا بعد اصابه اكرم توفيق ماشي، مش يعني ما بيفكرش في عمار في الحته دي. يعني ده عمار بيلعب باك رايت كمان. انا عارف، ما هو انا بقول كده، ما انا بقول يعني 3-4-3 دي ممكن يلعب فيها عمار، ممكن يلعب فيها ده امتياز ده كويس قوي كمان. يعني ممكن يبقى هو كريم فؤاد ومحمد هاني وجود محمد هاني وسليم عشان حته اكرم، وجود محمد هاني كمان في النهارده اكتشفته في مكان جديد وعامله بامتياز. يعني عندك الاختيارات كتير. لكن هو اهم حاجه اللي انت بتتمناه الفتره دي لحد ان شاء الله مباراه كاس العالم، ان اللعبه دي بقى سليمه في ملعب اصابات ملعب او لا قدر الله كورونا ولا حاجه، لازم تحافظ عليهم كويس قوي لان ده بقى الشكل الاساسي بتاعك. لكن انت بتتكلم، احنا اسامه وانت دلوقتي الشريف كابتن شريف بتتكلموا في كم لعيبه مش موجود من اللعيبه الموجوده دي مش منتخب. يعني فريق تاني خالص. ولو نزلوا بقى الفريق متغير تماما. فدي طبعا نقطه يغير لك الشكل العام. اكيد طبعا. اكيد طبعا. كابتن بلال رايك مع المجموعه ولا يحافظ عليهم وما يلعبش ما يجازفش بيهم ماتشات كاس الرابطه؟ لا يا كابتن، يعني ايه ما يجازفش بيهم؟ يعني دول يعني انت هتقعد اللعيبه لحد ما يلعبوا كاس العالم؟ لا، ما انا بسالك، انا عايز رايك. ما هو يبقى احنا كده دخلنا في حته ثانيه، يبقى هم هيبقوا اقرب. انا عايز رايك. هو ما بيقولش رايه، هو عايز رايك. ما انا معترض على رايه. انا اعترضت برضه عليه. انا عايز رايك بقى. انا ما اعترضتش على ايمن. طب ماشي. انا اعترضت على انا مع انا قلت فتح نفس. بقول لك ايه بلال بيقول لي يعني ايه فتح نفس؟ معلش. برنتات يا بلال، صغيره والطويله والكبيره في الماتشات. الله عليك. هو ده هو ده. الله عليك يا جو. برنتات يا جو. اتفضل يا جو عشان هننقل بعد كده. اتفضل. احنا عندنا وقت ننقل. ان شاء الله. بس عندنا لا طبعا طبعا اللعيب لازم يكون موجود في الملعب. تمام. اللي بيخلي اللعيب اصلا بيحافظ على نفسه ويحافظ على لياقته ويحافظ ان هو ما يتصابش ان هو بيلعب دايما ومستمر في الملعب. تمام. عضلاته جاهزه، نفسه جاهز، ما عندوش مشاكل، ما عندوش ازمات. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتخليك تقدر تحافظ على نفسك. تمام. انما النهارده مثلا هو احنا ليه بنقول ان اقرب الناس للاصابه هي الناس اللي ما بتلعبش؟ ليه؟ لانه ما بيبذلش مجهود كبير جدا، العضلات مش مهيئه بشكل كويس. هو زي ما قال الكابتن شريف دلوقتي ما عندوش فتح نفس، ما بيفتحوش. البرنتات اللي هي المفروض بنا فيه ضغط على العضلات. بالظبط. انت خد بالك التوافق مش موجود، الاستمراريه في يعني حاجات كتيره جدا يعني بتنقص اللعيب اللي ما بيلعبش ماتشات. عشان كده احنا في المقوله المتداوله ان الماتشات غير التدريب، حتى لو كنت بتتدرب طول السنه. تمام. فالماتشات حاجه والتدريب حاجه ثانيه، لان في يعني مجهود كمان مش بدني بس، في مجهود ذهني كمان. انت يعني انت بتقابله في اثناء الجيم. تمام. في ضغط كمان نفسي غير التدريب. انا بلعب النهارده التدريب ببقى براحتي، اقف شويه، اجري شويه، بشوط الكرة وانا مستريح، ما بلعبش تحت ضغط قوي. الكلام ده موجود في التدريبات، لكن في الماتشات لا، مش الكلام ده مش موجود. تدريبات بتلعب تحت ضغط دايما، ضغط عصبي، عايز تكسب، بتبقى مش عايز بس تكسب، بتبقى مطالب ان انت تكسب، ورغم ان انفك عايز تكسب. انت خلاص انت بتلعب على بطوله. انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي. يعني خاصه يعني او فرقه النادي الاهلي. فطبعا اللعيبه اللي ما بتلعبش او فكره ان هم ما يلعبوش لحد قبل كاس العالم، اعتقد هتبقى فكره سلبيه مش فكره ايجابيه. فانا الطبيعي جدا لا، اللعيبه دي لازم تحافظ عليها بانها تلعب في الملعب. لان زي ما قال الكابتن علاء، انت وارد جدا يعني هو اكرم اتعور ما يعني في 10 دقائق. عارف احنا قلنا له يا كابتن النهارده لو ما فيش بديل، النهارده ما فيش بديل لاكرم في المنتخب. تمام. انت بتعمل ايه كمنتخب؟ ابتديت تضرب اخماس في اسداس، يا ترى لعب محمد عبد المنعم السنتر باك ولا العب بعمر كمال عبد الواحد اللي اصلا ده مش مركزه، وانت لعبته في بطوله كاس العرب عشان خاطر ان انت بتهاجم وما عندكش ازمات وما عندكش لعيبه عندها الامكانيات ولا الباور ولا السرعه ولا المهاره اللي بتلعب في الحته دي. فاتحطيت في موقف سخيف. انت لو محضر كويس قوي باك رايت او رايت باك رايت باك، ما كنتش هتقابل الازمه دي. انت اضطريت انك تلعب بمحمد عبد المنعم اللي نقصك كتير جدا في الناحيه الهجوميه. يعني انا عبد ما شفتوش في الحته الهجوميه خالص نهائي. صحيح. تمام. فانت عندك مشكله كمدير فني في الاختيار. فدايما انا بشوف انك لا، اللعيبه لازم تكون موجوده في الملعب بشكل مستمر. ماشي. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء اخير مع الكابتن المدير الفني فرقه الجونه الكابتن رضا شحاته.
من جديد كل التحية للكابتن أيمن شوقي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب نهاية اللقاء الجولة الأولى لكأس الرابطة، المباراة اللي جمعت ما بين الأهلي والجونة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من المدربين اللي ليه بصمة ويعني وانتصار للمدربين الشباب في الدوري المصري، الكابتن رضا شحاتة مدير الفني لفريق الجونة. كابتن رضا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. في ظل الظروف اللي فيها النادي الأهلي والغيابات النهاردة، تعادل سلبي في مباراة دفع فيها النادي الاهلي بمجموعه من اللاعبين الناشئين، لكن بالنسبه لك انت كمدير فني لفريق الجونه شايف ان انت برضو نقطه امام النادي الاهلي كان ممكن فريق الجونه ان هو ينتصر النهارده ويستغل الغيابات اللي فيها النادي الاهلي؟ طبعا يعني ارحب بس بالكباد اللي في الاستوديو. طبعا كان عندنا فرصه كويسه ان احنا نقدر نكسب، ولكن يظل الاهلي هو الاهلي، يعني لازم نبقى ده في الحسابات ودي في حساباتك. لان لعيبه النادي الاهلي في الناشئين لعيبه كويسه جدا، منظمين متاسسين كويس، ف معظم الناس شايفه ان النادي الاهلي بيلعب ناشئين فانا لازم بقى اجازف لا، هو الموضوع مش كده، هي انت بتلعب نادي يعني شئت ام ابيت انت بتلعب نادي الاهلي، ولازم تبقى حريص جدا ولازم تبقى مامن كويس ولازم تبقى حذر جدا، لان الحاجات المرتده النهارده برده كان فيها ممكن يبقى فيها مشكله. حتى واحنا ضاغطين ومستحوذين على الكوره وضاغطين على النادي الاهلي جالنا فرص ولكن ما وفقناش فيها، ولكن الناس شايفه ان احنا لازم نهاجم لا، هو الموضوع لازم يبقى فيه توازن، لان انا في الاخر انا بلاعب النادي الاهلي، فلعيبه النادي الاهلي مهما كان عايز يثبت نفسه عنده حافز عنده طموح، فالحاجات دي كلها انا حاسبها. فالامور بالنسبه لنا في الاخر انا في المجمل راضي عن الاداء، راضي عن الشكل وراضي عن النقطه، والماتشات اللي جايه تبقى افضل واحسن ان شاء الله. الحذر والتوازن اللي كان عند الكابتن رضا شحاته وده امر مهم جدا، هو احترام لاسم طبعا النادي الاهلي ولاي 11 لاعب موجود في الملعب، ايضا كان بادئ من طريقه اللعب اللي بيلعب بها الكابتن رضا شحاته 3-4-3. بالظبط، يعني انت احنا مشغلين كده لحد ما نشوف الدنيا فيها. حتى في الاخر في اخر اللقاء بدانا نلعب 4-4-2، بدانا نحط راسين حرب وبدانا نزود شويه الجزء الامامي، ولكن شويه القرار الفردي كان فيه مشكله في نادي الجونه، فلو القرار الفردي فيه اهتمام اكتر كان ممكن الشكل يبقى افضل، ولو وفي هدف الامور كانت هتختلف تماما عن سير اللقاء بالشكل ده. هل لاعبي الجونه كان عندهم ثقه زياده النهارده في الفوز في المباراه؟ كان في حاله من الثقه الزياده يعني صعبت شويه في اتخاذ القرارات؟ خالص ما كانش في ثقه زياده ولا حاجه. هو انا قلت لك هو الاهلي انا بلعب نادي الاهلي، فانا حريص جدا واللعيبه واخده بالها والغلطات تبقى على القد وابقى حذر جدا، ده مهم جدا انت بتلعب نادي الاهلي، ولكن انت خلي بالك يعني انا بشوف دايما اللاعب الكوره في مصر لو بلعب الفول تيم الاهلي هبقى افضل من كده يعني بطبيعه الحال يعني، ولكن ممكن يكون معظم الفرقه او الناس ما سمعت اللعيبه اللي هتلعب ال 20 او اللي داخلين المعسكر ممكن الريتم قل من لعيبه الجونه، ولكن في المجمل اللقاء بعد فتره توقف ولسه راجعين كتحضيري جرينا كتير وعملنا باص كتير واستحواذ كتير، وطريقه لعب بتاعتنا اتغيرت عن الفتره اللي فاتت. انا بحاول الفتره دي نغير طريقه لعبنا، مالهاش علاقه بالنادي الاهلي، انا بغير طريقه لعب عشان الفتره اللي جايه في الدوري، فما فيش انسب من اللي احنا فيه نبدا نغيره من شكلنا يعني. تعادلات ما بين الاهلي والجونه في الفتره الاخيره والمباراه الاخيره ما بين الاهلي والجونه على مدار الموسم الماضي والوادي المباراه النهارده، شايف ايه اللي اختلف النهارده في اداء النادي الاهلي في ظل وجود مجموعه الناشئين والاهلي برضو بيحقق نفس التعادل؟ لا الناشئين يعني لسه لعيب صغير برضو يعني مهما كان يعني اللعيب لازم ياخد وقت كتير في الدرجه الاولى عشان حمل البدني وحمل التمرين وماتشات دوري ممتاز قصه مختلفه شويه، فهي دي اللي كانت عامله ازمه في النادي الاهلي النهارده، ولكن مع الاستمراريه مع نوعيه اللعيبه لا منظمين وعارفين واقفين ازاي، فكانت الامور برضو مش سهله في الملعب يعني. مش ممكن كابتن شريف، طوينا صفحه مباراه الاهلي والجونه النهارده، سريعا في الوقت المتبقي نتكلم على منتخب مصر والمباراه القادمه. باذن الله الراجل يكون عرف الشكل الوهمي اللي هو لعب بيه المباراه اللي فاتت، لم تحقق له اي نجاح في اي حاجه، لا اداء ولا نتيجه. لازم يحصل تشاور كبير جدا في الاماكن اللي هي مطلوبه دلوقتي للمنتخب، اللي هي الزيادات العدديه اللي على الاطراف، وان موضوع تريزيجيه يلعب في نص الملعب ده ما يعنيتش، يا اما بقى هيكون في الانا بتاعت المدربين انا ما بغلطش الحاله الوهميه. انا كنا لسه بنسال الكابتن اسامه، بسالك انا وايمن، تقدر انت تلعب مباراه وتغلط فيها وتكسبها وتكمل على هذا الشكل وتصمم على رايك؟ تصمم على رايك؟ لا، ما انا قلت لك ممكن العب بتشكيل غلط واكسب،
بس كل مدير فني في واحد بينخدع بهذا الكلام وفي واحد ما ينخدعش. لكن ممكن تلعب غلط وتكسب. بس الكلام ده مع مين يا كابتن؟ ماشي. مش مع نيجيريا. مش غلط يا ايمن، انا مش بتكلم على ماتش نيجيريا. لو بتكلم عامه عامه في العموم الظروف. انا ما سالتك، بسالتك عامه، مش بسال على مدير فني معين. انت كنت عايز ترجع على علاء عشان لا 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 اتفضل، عشان انت كان ليك بعض النقاط المباراه اللي فاتت سريعا، فممكن حضرتك تلخصها. مش من المباراه اللي فاتت، انا بكلم من الاول وهقول على المباراه اللي فاتت. انا قلت لك من الاول الكلام انه مش مهم بطوله افريقيا ولا بطوله العرب، ودي غلطه اللي تعاقد معاه في هذا الموضوع. صحيح، لان دي ادت لحاجات. ما هو لو كان في اهميه للبطوله العربيه كانت ممكن الاختيارات تبقى افضل من كده. ايوه. الحاجه الثانيه، التغييرات اللي عملها حتى قبل البطوله العربيه في بعض مراكز اللاعبين، كان بيلعب مثلا احمد ياسر ريان وشريف تحت مروان حمدي في ماتش الجابون، برضو نفس التغييرات في مراكز اللاعبين واختياراتهم في البطوله العربيه. أي. احنا قلنا في بطوله الامم الافريقيه خلاص هو استقر وشاف وعرف الملامح الاساسيه خلاص. أي. احنا بقى اتفاجئنا بايه؟ انه في ماتش نيجيريا نفسه، انا برضو تاني مش في ال11 اللي ابتدوا الماتش، انا ما زلت بقول كده انت في توظيف اللعيبه، بس يعني لما لعب صلاح جوه ومصطفى محمد ناحيه اليمين، انا توقعت ان ممكن تبقى دقيقتين ثلاثه. صح. يعني مجرد تمويه على فرقه نيجيريا لحظه ويحصل سويتش. مزبوط. لكن ده فضل مصطفى محمد حوالي 40 دقيقه او لغايه اخر دقيقتين ثلاثه بيلعب ناحيه الجنب اليمين. صح. تريزيجيه لعب، هو بيلعب بثلاثة في نص الملعب، حمدي قدام المدافعين ونني شمال وتريزيجيه يمين. انا مش معترض ان تريزيجيه يبدا تاني، لان بقول لك ممكن واحد يبقى جاي من فتره يبقى مشتاق ويلعب، لكن يلعب في الناحيه الثانيه ويبقى جنب مرموش ويتبادلوها. يعني لو مرموش دخل لجوه يبقى تريزيجيه بره اللي هو الطبيعي بتاعه، فدي نقطه يلعب مكانه. الحاجه كمان ساعه ما هو الكوتش يا ايمن بتاع المنتخب بالذات اكتر من الانديه، ما عندوش وقت طويل عشان اقول ايه ده هيعلي بدني. أيوة. ده هيعمل الا بقى لما يكون عنده 3 اسابيع ولا 4 اسابيع. صحيح. لكن انا بختار لعيبه في اسبوع، اهو تريزيجيه في المكان اهو اللي هو الخطا، لا دي كوره، لكن دي كان المكان ده اكتر حمدي فتحي هو اللي فيه. ايوه تريزيجيه كان ناحيه اليمين، بس دي موقف لعب. مزبوط. جه تريزيجيه في العمق، بس حصل كذا مره في العمق. ماشي، بس هو اساسا كان حطه في الجنب اليمين وحمدي فتحي في العمق ونني شمال، زي ما الصوره كده وضحت دلوقتي. أيوة. فكان ممكن تريزيجيه اساسا يلعب بس الناحيه دي اللي هي الشمال ويبقى قدامه مرموش، حتى لو هو ما قدرش يلعبها يروح مرموش داخل لجوه وهو يطلع لبره وياخد اللقطه. ادي النقطه. فالعناصر نفسها ما كانتش قلت لك فيها مشكله. أيوة. المشكله كانت كمان في ايه؟ مدرب المنتخب حاجتين، اختيارات لعيبه. ايوه. إدارة مباريات، دي أكتر حاجة للمنتخب. أيوة. هو لسه زي ما تكون بيجرب في مراكز اللاعبين. يعني إحنا قلنا مثلا في البطولة، بص هنا كابتن تحس إن النني برضو مش قادر يتصرف، وبص تريزيجيه داخل فين. أصل صورة واحدة، محدش بيطلب حد يقدر يستقبل الكورة، محدش بيطلب الكورة. بالظبط أيمن، أصل صورة واحدة واقفة كده مش هتقدر تحلل عليها مباراة. لكن أنا بتكلم اللي إحنا شفناه أثناء ال 90 دقيقة. تعالى بقى في الـ في الـ في الـ في 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 التصريحات بتاعته هو. كان يقعد يقول ان انا بعمل لعيبه جديده، بعمل لعيبه جديده. طول فيها جدا، لاعب فيها في ماتش ليبيا لاعب فيه مرموش واجاد فيه، وكلنا قلنا اجاد. لكن البطوله العربيه انت قلت حسين فيصل، وبعدين جيت في الاختيار ال 40 ما اخترتوش. جينا في دي، بص يا كابتن كوره الهدف، بص مين اللي كان هنا راجع يغطي؟ تريزيجيه. ما عشان هافي مين يا ايمن؟ عادي انه يرجع يغطي هنا، ما فيهاش حاجه انه يرجع يغطي هنا. هنا في القلب كان محمد عبد المنعم ساعتها نزل مكان اكرم توفيق، وتريزيجيه هافي مين عادي جدا، انا ممكن اروح اغطي ناحيه الباك دي ما فيهاش مشكله. كويس. الحاجه الثانيه في تغييراته اثناء المباراه، انت لقيت مثلا مصطفى محمد مش ماشي ناحيه اليمين، اقول لصلاح تعالى شمال مكانك. بالظبط. جناح يمين ومصطفى محمد عمره ما هيمشي ناحيه اليمين. ايه؟ عمره ما هيمشي ناحيه اليمين خالص. وبعدين انت كمان عملت حاجه للشوط الثاني، انت نزلت زيزو. نزلت زيزو ليه؟ عشان يعمل كرات عرضيه. دي بقى الحسنه اللي هي عدلت حاجه، ان زيزو لعب في المكان الطبيعي. صح. بتاعه، بس طلع مصطفى محمد. ايوه كان طلع مصطفى محمد حسنه سيئه، كان حسنه راح مديها سيئه، كان طبيعي يروح منزل شريف. بالظبط. اتاخر على شريف، دخل مرموش لجوه تحت صلاح. بالظبط. انا بتكلم في النقطه دي. الحاجه اللي كمان اللي في ماتش نيجيريا، الحاجه كمان اللي في ماتش نيجيريا موضوع محمد عبد المنعم
وعمر كمال. أي. مش عشان انا بقول ان عمر كمال هو اللي المفروض يبقى في المكان اليمين الاساسي بعد اكرم توفيق، انا أي. بتكلم في ايه؟ ان هو اللي قاعد يديله الفرص دي وجهزه في الدوره كده، وبعدين لما جيت تختار الاختيار مين اللي يلعب ناحيه اليمين لعبت محمد عبد المنعم، وعلى فكره محمد عبد المنعم لعيب كويس، وانا من وجهه نظري لو اتوظف ناحيه الباك اليمين بس كان مترتب عليها من بدري صحيح. ولعب فيها اكتر من ماتش ممكن احيانا بتستخدم سرد باك بيسد لك مكان، ودي اشتغلنا بيها كتير مزبوط. كان احمد السيد احيانا وعلاء عارف مثلا كنا بنلعب 3-5-2 بس ساعات حد يتصاب ناحيه الشمال ممكن احمد السيد يروح عشان يسدها مزبوط. ممكن تحصل، بس احنا بنتكلم في ايه؟ انك انت قعدت تدي فرص لعمر كمال عمر كمال عمر كمال، وبعد كده لما حصل ان اكرم اتعور رحت ملاعب محمد عبد المنعم صحيح. اللي هو بعيد هو فالحاجات دي كلها لازم تتظبط. دي اللي مفاجآت يا كابتن اللي غير متوقع من الراجل العبقري كروش يعني. بس سريعا يا كابتن علاء، هل ممكن مستر كروش يصمم على اللي عمله الماتش اللي فات ولا هيغير؟ لا ما اعتقدش، هيعمل نفس الاخطاء اللي عملها يعني غالبا، يعني هيبدا بعمر كمان ناحيه اليمين ومحمد صلاح هيلعب نفس المكان بتاعه، هي زي ما بيقولوا كده واخد الكره هيعدي الملعب تاني، كل واحد بيلعب في مكانه ومصطفى محمد يلعب مكانه. اه ولانك انت بص يا ايمن اي تغيير هتعمله مباراه قادمه انت يعني انت هتكسب الماتشين الجايين ان شاء الله. ان شاء الله هتكسبه. علاء وعبد الله السعيد احتمال هيبدا كمان عبد الله السعيد، هو هيقدر كل هيعدي الملعب تاني وكل واحد يلعب مكانه والتشكيل الامس، لان ما ينفعش كابتن شريف حتى مش هيوصل لك صوت ان الناس كلها يعني كفايه ان الجمهور المصري يفقد ثقته فيك، دي كارثه. لو هو خارج علاء الناس كلموه مدربين بيدوا له تعليمات يعمل ايه؟ المشكله يعني بسرعه كده ايمن هو عنده برضه مشكله مش حلوه ما ينفعش هنا في مصر الكلام ده، انه تصريحاته دايما غريبه بيوديك حته ثانيه يعني ما تتذكاش علينا الناس لعبه الكوره دي مش محتاجه ذكاء، احنا الناس كلها شايفه وعارفه الاخطاء، فلما اطلع اتكلم كمدير فني اتكلم صح ما اوديش الناس حته ثانيه خالص. صحيح. كابتن بلال سريعا. هو سريعا الماتش اللي فات يعني انا هستعير كلمه الراحل الفنان محمود عبد العزيز باك لما قال الماتش ده كان بعنوان ايه؟ الشاكرا منتخ في الترارولي. بكلمك جد والله العظيم يا كابتن مش عارف حاجه صدقني والله العظيم تمام. احنا يعني ما احنا مش فاهمين هو بيعمل ايه ولا اي حد فاهم هو بيعمل ايه. طب عشان نصلح الكلام ده الماتش الجاي يبقى لازم احب كاسه تمونه لازم لازم فعلا استعير بستموني. طيب مهما الناس الماتش الجاي انت مع الكابتن علاء ان هو هيصلح لازم يصلح مفيش حل تاني. مش هيعند قصدي لا هي هو يعند معنا احنا ولا بيعند مع مين؟ يعني بيعند مثلا مع الناس اللي يعني بتنتقده ولا هو بيصلح كمدير فني عشان تاريخه هو؟ صحيح. ما هو في الاخر برضه هيتقال ايه؟ ان منتخب مصر فشل في بطوله افريقيا وكان المدير الفني كان كيروش، الا لو هو جاي بقى ايه يعني ياخد قرشين تمام وشايف نفسه عبقري علينا وهيتوكل على الله. احمد نتمنى يتدارك الاخطاء. احنا لما بنتكلم على مستر كروش خلي بالك هو عنده سي في وتاريخ، احنا بنتكلم على المرحله اللي احنا شفناها منه من ساعه ما مسك منتخب مصر. اسامه انت قلت كلمه جميله قوي، الراجل ده جاي على ماتش واحد اللي هو بتاع كاس العالم في اول ده يا كابتن ده لو كانت تبقى كارثه. ما هي كارثه والله العظيم لو كانت تبقى كارثه. عموما نتمنى تدارك الاخطاء المباراه القادمه او المباراتين القادمتين ان شاء الله، وباذن الله اكيد يعني باذن الله بنسبه كبيره جدا مصر في الدور الثاني باذن الله نكمل لحد الاخر ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا.